خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. صدق الله العظيم. السيدات وسادة الضيوف الكرام، السيدات وسادة الحضور بمختلف الدرجات والمراتب، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتوباوية كلهان وصل. بالأماسيقية أزود فلان. في البداية نشكر الأخوة القائمين على هذا الملتقى، ملتقى الاستحقاق الدستوري، ونحيي جهودهم ونهني الجميع بحلول السنة الأمازيغية الجديدة. في الواقع أن الشعب الليبي عانى كثيرا من مظالم التهجير والتشريد والاعتقالات والحرمان وانتهاك الحريات والكرامة الإنسانية، وذلك بسبب سياسات العهد المبارك، العهد السابق، التي ألغت الدستور وأساءت إلى حقوق الإنسان من كافة الجوانب. إننا اليوم هنا لنثبت للعالم إن ثورة 17 فبراير وفية لدماء شهدائها، ونلتقي لنعيد الاعتبار لتاريخ ليبيا ولهوية ليبيا وللغات ليبيا، ونرسل رسالة واضحة شديدة الوضوح لكل من حاول ويحاول طمس تاريخنا وهويتنا ولغاتنا. أيها الجمع الكريم، من المعروف أن هذه المرحلة مرحلة ترتسم فيها ملامح الدولة المدنية، وتؤسس لقيام مجتمع مدني ديمقراطي يؤمن بالتعددية والحرية